مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من مركز أخبار تلفزيون قطر، نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار وفيها بعد قليل حملة توعوية لتعزيز الثقافة الصحية، ومؤسسة حمد الطبية تسجل إنجازا كبيرا في عالم الجراحة. معكم نيفين محمد، وألقاكم بعد تقرير حول آخر الأخبار الإقليمية والدولية، فكونوا معنا. مسؤولون أتراك ينفون مشاركة خبراء أمريكيين في التحقيق باختفاء جمال خاشقجي، ويشيرون إلى اطلاع واشنطن على أدلة تثبت مصير الصحفي السعودي. الرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب التوصل إلى مصير خاشقجي، ويكشف لشبكة فوكس نيوز عن عمل محققين أمريكيين مع أنقرة والرياض للتحقيق في الحادث. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل تدعو السعودية لوقف الضربات الجوية على أهداف مدنية في اليمن، ومحاكمة المسؤولين عن سقوط أطفال في هجمات صنفتها اللجنة بغير الشرعية. مقتل وإصابة عدد من العراقيين في تفجير سيارة ملغومة على الطريق بين كركوك وبغداد، وقوات الأمن تلاحق عناصر إرهابية على صلة بالتفجير. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات في بغداد ويؤكد للمسؤولين العراقيين الدعم التركي في جميع المجالات. أوغلو زار أيضا مدينة أربيل ذات الغالبية الكردية. جيش الاحتلال يقول إنه دمر نفقا عبر الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وادعى أن حركة حماس هيأته بهدف تنفيذ هجمات. قمة منظمة الفرنكفونية تبحث في العاصمة الأرمينية مسألة العيش المشترك والتضامن وتقاسم القيم الإنسانية، إضافة إلى المواطنة وحقوق الإنسان. الإعصار العاتي مايكل يجتاح البر الأمريكي ويتقدم صوب ولايات جورجيا وساوث ونورث كارولينا، تاركا ولاية فلوريدا تقيم الدمار الذي أحدثه. طاقم مركبة سويوز ينفذ هبوطا اضطراريا في الصحراء الكازاخية إثر خلل أصاب أحد صواريخ الدفع أثناء انطلاق المركبة من بايكونور إلى محطة الفضاء الدولية. صباح الخير خليفة، صباح الخير شوق، صباح الخير مشاهدينا وما كنتم قاعدين تتابعون. صباح الله بالخير شوق، صباح الله بالخير شيخة. صباحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله برنامجكم في الضحى. صباح الخير أعزائي المشاهدين، والأهم أن احنا الواحد دائما يبتدي يومه بشنو؟ ابتسامة. لالا جديدة إن شاء الله راح ندعم فيها كل المبادرات الشبابية وأيضا المدارس الفنية التشكيلية. أي شيء ممكن أن أنا أشارك فيه أحب أول شيء أشوف شيء فني. ما هو السلوك الطبيعي وغير الطبيعي؟ السلوك الغير طبيعي هو السلوك اللي ما تربى عليه ولد. عندنا وايد وايد أنواع مختلفة من الأواني. لقينا الناس اللي ما يتفطرون له علاقة مع زيادة الوزن. خلونا نكون حريصين نقدم شيء احنا نحبه علشان نقدر دائما نبدع فيه.
أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، صندوق قطر للتنمية يعلن دعما جديدا لغزة بقيمة 150 مليون دولار. دولة قطر تشارك في أعمال قمة المنظمة الدولية للفرنكفونية وتؤكد التزامها بالعيش المشترك وبقيم الإنسانية. وفي النشرة أيضا، العاصمة السريلانكية كولومبو تشهد افتتاح أول مركز لتأشيرات قطر في الخارج لتسهيلات استقدام الوافدين. أهلا بكم. بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يعلن صندوق قطر للتنمية تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات. يعيش في قطاع غزة حوالي 2 مليون إنسان في مساحة لا تتجاوز 365 كيلومترا مربعا، ولا يستطيعون الحركة خارج هذا النطاق الجغرافي الضيق نسبة إلى عدد السكان، كما تحظر عليهم كثير من المواد الضرورية للحياة الكريمة، بالإضافة إلى الأوضاع اليومية الخانقة، حيث ينقطع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم، مما يؤثر سلبا على المرافق الحيوية سواء التعليمية أو الصحية، وخصوصا في شهور الصيف الحارة وفي الشتاء البارد، حيث تتضاعف المعاناة. وقد تعرض القطاع خلال العشر السنوات الماضية إلى حربين أدتا إلى تدمير البنية التحتية، ومنها مشروعات تعليمية وصحية أسهمت فيها دولة قطر إلى جانب مؤسسات أممية ودول أوروبية. لذا فإن هذا الدعم يأتي في سياق التخفيف على الشعب الفلسطيني الشقيق، والذي فقد كثيرا من أطفاله وشبابه ونسائه، إما في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أو بسبب سوء الظروف المعيشية وضعف الرعاية الصحية. وقد أطلقت الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة العديد من النداءات التي تحذر فيها من مآلات ما يحدث في غزة وترك الوضع الإنساني للانفجار، كما دعت المجتمع الدولي إلى المسارعة لغوث الفلسطينيين وسد العجز الذي نتج عن إخلال بعض الدول بالتزاماتها الرسمية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني. وصندوق قطر للتنمية، امتثالا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتأكيد سموه على مواصلة دولة قطر دعم الأشقاء الفلسطينيين، سيعمل بشكل عاجل لتفعيل هذه الحزمة من المساعدات من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات الأممية المعنية. وفي سياق متصل، أعرب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره العميق لمساهمة دولة قطر في تزويد قطاع غزة بالوقود لتوليد الطاقة الكهربائية في القطاع وللمساعدة في تخفيف المعاناة الإنسانية. جاء هذا في تصريح أدلى به السيد ستيفن دوجريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، وقال إن الأمين العام يعرب عن تقديره العميق لحكومة دولة قطر لمساهمتها بستين مليون دولار، الأمر الذي جعل من عملية تسليم الوقود ممكنة وسمح باستمرارها لأشهر قادمة. ونبقى في غزة، حيث قدمت دولة قطر معدات للمحافظة على البيئة بقيمة تجاوزت 300 ألف دولار، وتأتي ضمن عدد من مشاريع اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع. وستخدم المعدات الجديدة والمتطورة مشروعي شارع صلاح الدين وشارع الرشيد الساحلي في غزة، وكذلك مدينة صاحب سموه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في خان يونس ومدينة الأمل في منطقة الزهراء. هذه السيارات مخصصة لتنظيف الشوارع ضمن المشاريع التي نفذتها اللجنة القطرية في الفترات السابقة. على سبيل المثال، مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني ستخصص أحد السيارات لتنظيف شوارع هذه المدينة، بالإضافة لجزء من شارع صلاح الدين الذي نفذته أيضا اللجنة القطرية بتمويل من دولة قطر الشقيقة. وصل سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد المحمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له إلى جنيف
للمشاركة في أعمال الدورة 39 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، والتي تعقد خلال الفترة من 14 إلى 18 من أكتوبر الجاري. وتنعقد هذه الدورة تحت عنوان القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي، وتناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني في مجال الهجرة. تلقى سعادة السيد نيكولاوس كودزياس وزير الخارجية في الجمهورية اليونانية رسالة خطية من سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عبد العزيز علي النعمة سفير دولة قطر لدى الجمهورية اليونانية، وذلك خلال اجتماعه مع سعادة السيدة كريستينا فاغينا مديرة المكتب الخاص لسعادة وزير الخارجية اليوناني. يترأس سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة وفد الدولة في أعمال قمة المنظمة الدولية للفرنكفونية التي بدأت في يريفان عاصمة جمهورية أرمينيا. وقد أكد سعادته التزام دولة قطر بالعيش المشترك وبقيم الفرنكفونية التي ظلت تشجعها منذ انضمامها إلى المنظمة الدولية للفرنكفونية عام 2012. وينتظر أن يصدر عن القمة إعلان يريفان بعنوان العيش المشترك في مناخ من التضامن وتقاسم القيم الإنسانية واحترام التعددية مصدر للسلام والازدهار في الفضاء الفرنكفوني. كما ينتظر أن يتم اعتماد قرار بشأن تعليم المواطنة وحقوق الإنسان. يذكر أن دولة قطر عضو مشارك منذ 2012 في المنظمة الدولية للفرنكفونية، وهي مظلة جامعة لأكثر من 80 دولة وحكومة تتكون من 58 عضواً و26 مراقباً، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وقعت دولة قطر وجمهورية غامبيا اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي تهدف إلى تعزيز عملية العدالة الانتقالية وسيادة القانون وإنشاء نظام شامل للديمقراطية في غامبيا، وذلك في مقر سفارة دولة قطر ببانجول. وقع الاتفاقية من الجانب القطري سعادة السيد فيصل بن فهد المانع سفير دولة قطر لدى غامبيا، ومن الجانب الغامبي سعادة السيد الأمين دامبونديبا وزير الزراعة نيابة عن وزير المالية. ونفتح صفحتنا الطبية ضمن هذه النشرة، حيث أكد استشاري جراحة وطب السمنة بمؤسسة حمد الطبية ارتفاع نسبة انتشار السمنة في قطر إلى 44%، مما يجعلها تحتل المركز الأول عربيا والثامن عالميا حسب تصنيفات منظمة الصحة العالمية. جاء ذلك خلال فعالية توعوية حول مخاطر السمنة وكيفية مكافحتها نظمتها مؤسسة حمد الطبية. تجمعا للكوادر الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية من استشاري جراحة وطب السمنة وأطباء باطنة وأخصائي التغذية والعلاج الطبيعي في حملة توعوية حول السمنة والأمراض المصاحبة لها للوقاية منها، من خلال نمط صحي يطالب به هؤلاء قبل اللجوء إلى التدخل الجراحي الضروري في بعض الحالات. فنسب السمنة في ارتفاع والوعي بذلك أول خطوة للسلامة الصحية. نسبة السمنة في قطر بلغت 44%، نسبة عالية جدا، تعتبر الأولى عربيا والثامن على مستوى العالم. هذه احنا إذا تكلمنا عن سمنة، تصنيف السمنة على حسب منظمة الصحة العالمية واللي هو تعريفها أنه هو معدل كتلة الجسم فوق 30. لكن إذا حطينا بعد ضفنا لهم الناس اللي هم عندهم زيادة في الوزن لكتلة الجسم عندهم فوق ما بين 25 و30، فتصل النسبة إلى 80%. توسع في خدمات جراحة السمنة عبر افتتاح عيادات ومراكز للمعالجة تسعى من خلالها مختلف المستشفيات والعيادات إلى التقليل من معدل انتشار السمنة في الدولة من 44 إلى 25%.
مؤسسة حمد الطبية موفرة الأطباء المختصين في علاج السمنة في قسم جراحة وطب السمنة في مؤسسة حمد، بيقوم بهذا الدور بشكل متكامل جدا بتضافر جهود أخصائيين التغذية العلاجية وأخصائيين العلاج الطبيعي وأطباء باطنية السمنة أو أطباء طب السمنة، بالإضافة لجراحين السمنة اللي بيتعاملوا مع الحالات ذات السمنة من الدرجات المرتفعة. فعالية توعوية تلتزم مؤسسة حمد الطبية بتنظيمها سنويا للحفاظ على صحة المجتمع والتوعية الصحية. الحقيقة احنا لازم نزيد التوعية في المجتمع القادر عن مشاكل السمنة ومضاعفاتها، وفي نفس الوقت من ناحية أخرى نشجع على أن الواحد يحاول ينقص حتى لو كمية بسيطة من الوزن. يعني دراسات أثبتت أنه إنقاص الوزن بنسبة 5-10% فقط، يعني لو الواحد وزنه 100 كيلو ونقص حوالي 10 كيلو ده له تأثير إيجابي على الصحة. وتتمشى أهداف مؤسسة حمد الطبية بمستشفياتها وعياداتها ومراكزها لعلاج السمنة مع تلك الواردة في الاستراتيجية الوطنية للصحة، والتي تؤكد على توفير الرعاية الصحية الفعالة والحانية الكفيلة بالتصدي للأمراض المرتبطة بالسمنة والوقاية منها. ومن جانب آخر، أقامت مؤسسة حمد الطبية العديد من الأنشطة التوعوية احتفالا باليوم العالمي للإبصار، وذلك بهدف تثقيف الجمهور حول أهمية صحة العين وأهمية الرعاية الوقائية. وقد قامت الفرق الإكلينيكية بتقديم فحوصات العيون الشاملة لمراجعي العيادات الخارجية، بالإضافة إلى تقديم نصائح للمراجعين حول أهمية الوقاية من المشاكل البصرية ونشر ثقافة الفحص الدوري للعيون. هذا وتسعى مؤسسة حمد من خلال الاحتفال باليوم العالمي للإبصار إلى زيادة وعي كافة أفراد المجتمع بأهمية الفحص الدوري للعيون والتركيز على ضعف الإبصار والعمى الذين يمثلان مشكلة عالمية وكيفية تجنبهما. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للإبصار اللي هو يكون ثاني خميس من شهر أكتوبر. طبعا الهدف منه طبعا هو توعية المرضى بالأمراض وفي عمل فحص دوري لكل شرائح المجتمع اللي موجودين، أو بالأخص طبعا اللي احنا عملناه في مؤسسة حمد للمراجعين في العيادات الخارجية في مؤسسة حمد. ونبقى في الشأن الطبي، حيث أعلن فريق متخصص من أطباء مركز سيدرا للطب نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا لفصل توأم ملتصق في منطقة الكبد. وكشف الفريق الطبي في مؤتمر صحفي تفاصيل هذه العملية التي وصفها بالمعقدة والاستثنائية، لا سيما وأنه لم يمضي على افتتاح مركز سيدرا للطب وقت طويل. لحظة فخر عاشها فريق مركز سيدرا للطب بعد نجاح أول جراحة من نوعها في قطر لفصل توأم ملتصق في الكبد، والتي وصفت بالمعقدة والاستثنائية لا سيما وأنه لم يمضي على افتتاح مركز سيدرا وقت طويل. عملية فصل توأم ملتصق عن طريق البطن والكبد من الداخل تعتبر من العمليات المعقدة والصعبة جدا، وحدوثها في قطر و في مركز سيدرا للطب بعد فترة وجيزة من افتتاح المستشفى علامة تفوق تحسب لدولتنا الحبيبة قطر، ونتمنى إن شاء الله نكون عند حسن الظن. والرسالة رسالة سيدرا هي توفير أعلى معايير الصحة وخصوصا في الجراحات المعقدة للأطفال في قطر أو من خارج قطر. الجراحة استمرت لتسع ساعات من دون عقبات لفصل التوأم البالغ من العمر 4 أشهر، حيث أمضى ما يزيد عن 150 طبيبا أكثر من 30 ساعة في محاكاة العملية لتقليل المخاطر والوصول لأفضل نتيجة ممكنة، وذلك باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في صنع مجسم يحاكي بطن التوأم والكبد من أجل التخطيط المحكم للجراحة. العملية من أكثر العمليات صعوبة وأكثرها تعقيدا، وبالنسبة لي أنتمي إلى بلد طبعا إمكانياته محدودة جدا وأنا أيضا الإمكانيات محدودة جدا، فالعملية تتطلب إمكانياتها إلى وكفاءة طبية هائلة وتجهيزاتها إلى. كتعبير بسيط عن الشكر والامتنان، اسمين الأولاد حمد وتميم.
نجاح مركز سدرة في إجراء هذه العملية مدعاة للفخر وإبراز لقدرات كوادر المركز الطبية متعددة التخصصات، إذ تعد حالة الالتصاق التي عانى منها التوأم من أخطر أنواع الالتصاق، ونجاح المركز في الجراحة يعد بمثابة شهادة تميز للمستشفى وللقطاع الصحي في قطر. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. معرض كشتا في نسخته السابعة يختتم فعالياته ويعطي دفعة جديدة للصناعات المرتبطة بالموروث القطري. مع كل 6 علب زبادي من بلدنا الخاص بهذا العرض اكشط واربح دقائق وانترنت مجانية من فودافون. أهلا بكم من جديد. اختتمت وزارة المواصلات والاتصالات بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، اختتمت المؤتمر والندوة التخصصية حول تدريب السائقين والتأهيل المهني الذي ينعقد للسنة الثامنة على التوالي. الجلسة الختامية تضمنت حلقة نقاشية حول إشراك جيل الشباب لجعلهم سفراء السلامة على الطرق. كما تخللت المؤتمر جلسات وعروض عدة قدمها نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين المختصين بسلامة الطرق. اليوم هو اليوم الثاني للورشة، أشركنا قطاع الشباب، كان عندنا مشاركة من النادي الملكي الأردني وجامعة قطر. طبعا اليوم الختامي اللي هو راح تطلع فيه نتائج هذه الورشة والاستنتاجات اللي راح تكون من جميع الورش اللي صارت. أسدل الستار هذا المساء على معرض كشتا للرحلات 2018 في نسخته السابعة، والذي ينظمه مركز شباب سميسما التابع لوزارة الثقافة والرياضة بمشاركة أكثر من 30 شركة قطرية. وقد أفاد القائمون على المعرض أن النسخة الحالية حققت أكبر نسبة من الزوار والتي قدرت بنحو 9000 زائر، كما ارتفع عدد الشركات العارضة فيه إلى 80 شركة مختصة في منتجات متنوعة من لوازم الرحلات البرية والبحرية المستخدمة في التخييم والصيد. كما شارك في المعرض هذا العام مركز أصدقاء البيئة التابع لوزارة الثقافة والرياضة. وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى ربط التراث بالواقع وبالعادات والتقاليد وتشجيع انطلاقة الشباب نحو الصناعات، خاصة تلك التي ترتبط بالموروث القطري. المعرض هذا السابع على التوالي، طبعا المعرض له اقبال شيء رهيب، ما يقابل عن من تاريخ 4 اللي هو بداية المعرض لحد اليوم تاريخ 11/10. طبعا المعرض بادي خلال اسبوع، الاحصاءات وصلت ل 8000 الى 9000 الأشخاص أو الزائرين اللي دخلوا المركز. طبعا المبيعات بشيء رهيب جدا جدا، احنا ما كنا متخيلين ان حتى المبيعات توصل لهالدرجة. والآن إلى الجولة الاقتصادية مع علي الهاجري، تفضل علي. شكرا لك نيفين، وأهلا بحضراتكم معنا في هذه الجولة الاقتصادية. اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع السيدة سارة لو أوريالا وكيلة الوزارة لشؤون العمال المهاجرين بوزارة الخارجية بجمهورية الفلبين والوفد المرافق لها. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات بين البلدين الصديقين والمجالات ذات الاهتمام المشترك. افتتح في مدينة كولومبو عاصمة سريلانكا أول مركز لتأشيرات قطر في الخارج، وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل.
يأتي هذا المركز ضمن مجموعة من المراكز التي سيتم افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة في 8 دول تعد أكثر الدول المصدرة للعمالة إلى دولة قطر. وشهد حفل تدشين المركز بسريلانكا عدد من السادة المسؤولين بدولة قطر وجمهورية سريلانكا وأعضاء السفارة القطرية، إضافة إلى مندوبي وسائل الإعلام المختلفة. وينفذ مشروع مراكز تأشيرات قطر في الخارج بالتعاون بين وزارات الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة العامة والخارجية. وقال سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر لدى جمهورية سريلانكا في كلمة خلال حفل التدشين، قال إن هذا المركز وغيره من المراكز التي ستفتتح خلال المرحلة المقبلة يحقق العديد من المزايا، مثل تسريع وتبسيط إجراءات العامل الوافد وفق معايير عالمية ستتم متابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. قال السيد فهد حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية إن دولة قطر تتجه لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تقدر ب 700 ميجاوات يتم تنفيذها في مرحلة واحدة. وأضاف المهندي عقب افتتاح مكتب شركة ميتسوبيشي هيتاشي باور في الدوحة أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع في المنطقة، وتشارك في المشروع شركات عدة من بينها ميتسوبيشي هيتاشي باور. هناك توجه لاستخدام الطاقة النظيفة، أعلنت دولة قطر عن مشروع للطاقة الشمسية 700 ميجاوات، هذا يعتبر أكبر مشروع في المنطقة كمشروع ينفذ على مرحلة واحدة. المشروع هذا سوف تشارك فيه شركات عدة. من جهته قال أكي ماسا ماياما مدير مجلس الإدارة نائب التنفيذي الأول لشركة ميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة إن الشركة ستقدم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا توليد الكهرباء باستخدام أنظمة عالية الجودة والكفاءة، مشيرا إلى العلاقة القوية التي تجمع الشركة بقطاع الكهرباء والماء في قطر. We have a long-term relationship between Qatar and Japan. العلاقة بين شركة ميتسوبيشي وقطاع الكهرباء والماء في قطر قوية جدا وتمتد منذ 4 عقود. فقطر شريك وسوق مهمة ليس فقط لشركة ميتسوبيشي هيتاشي ولكن أيضا لليابان، ونحن من خلال تعاوننا سنقدم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا توليد الكهرباء باستخدام أنظمة عالية الجودة والكفاءة. تراجع المؤشر العام لبورصة قطر ب1% تقريبا في آخر جلسات الأسبوع نتيجة ضغوط بيعية طالت معظم القطاعات، ليغلق في نهاية الجلسة عند مستوى 9861 نقطة، فيما سجلت أحجام التداول أكثر من 5,730,000 سهم بقيمة ناهزت 1,100,000,000 ريال. وبالانتقال إلى الأسواق الخليجية، فقد سيطر اللون الأحمر على أداء جميع المؤشرات، حيث هبط مؤشر تاسيا السعودية أكثر من 300 نقطة، بينما فقد مؤشر الكويت السعري نحو 16 نقطة مئوية. وفي الإمارات تراجع مؤشر سوق دبي المالي ب2% بضغط من الأسهم القيادية، بينما فقد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 19 نقطة مئوية، وانخفض مؤشر البحرين أقل من 0.5 نقطة مئوية. كذلك أنهى سوق مسقط للأوراق المالية تعاملاته باللون الأحمر. نهاية الجولة الاقتصادية وعودة إلى نبيل لنتابع معها بقية النشرة. تفضلي نبيل. شكرا علي. شكرا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد عرض الأحوال الجوية. منافسة جولات بطولة قطر المحلية للفروسية هذاب على خط الانطلاق. We'll be right back.
انتهت مباراة الإخريطيات والعربي بنتيجة هدفين للإخريطيات مقابل لا شيء في الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى لكأس QSL. أحرز أهداف الإخريطيات كل من ماجد أمان في الدقيقة 36، وبعد دقيقتين أتبعه كريستين لازار بالهدف الثاني، فيما أضاع العربي عدة فرص كانت كفيلة بهزه شباك منافسه. مايلسون سيزر ويمر من الجهة اليمنى، يلعب كرة عكسية بلا عنوان خارج أرضية الميدان، ضربة مرمى للعربي. وفي المباراة الثانية كان الصراع كبيرا بين قطر وأم صلال من أجل تحقيق الانتصار، وباءت محاولات نادي قطر بالفشل من أجل تحقيق فوزه الأول بعد تعادله في الجولة الأولى أمام الغرافة. كذلك الحال لأم صلال الذي كان يبحث عن فوزه الثاني بعد تعادله في الجولة الأولى، ليخسر الطرفان النقاط الثلاث. تنطلق الجمعة على الميدان الداخلي للاتحاد القطري للفروسية منافسات جولات بطولة قطر المحلية للفروسية هذاب في نسختها الثانية، التي ستقام بين مرافق الشقب والاتحاد القطري للفروسية والخماسية الحديث. وتتكون البطولة هذا الموسم من 12 جولة تقام آخرها في أبريل المقبل، حيث تفوق جوائزها 1,100,000 ريال قطري. وستشهد البطولة في العام الحالي إضافة جديدة تتمثل في نظام الفرق، الذي يهدف إلى رفع مستوى المنافسات وتمكين الفرسان الشباب من الاستفادة من الفرسان ذوي الخبرة. وستختتم هذه الجولة يوم السبت بأربع مباريات. وفي ختام النشرة هذا تذكير بأهم العناوين. بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، صندوق قطر للتنمية يعلن دعما جديدا لغزة بقيمة 150 مليون دولار. دولة قطر تشارك في أعمال قمة المنظمة الدولية للفرنكفونية، وتؤكد التزامها بالعيش المشترك وبقيم الإنسانية. العاصمة السريلانكية كولومبو تشهد افتتاح أول مركز لتأشيرات قطر في الخارج لتسهيل استخدام الوافدين. يمكنكم متابعة البث الحي لتلفزيون قطر على موقع يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.